استغلال المعلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بواتسلي بأم دائرة بوقادير بشلف، توفيت بوجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب الأشخاص والمهاجرين عبر إقليم الاختصاص، وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع المصلحة الولائية الشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بأم دائرة بوقادير، مكنت العملية من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 51 سنة، وضبط بحوزتهم معدات وتجهيزات خاصة بتهريب الأشخاص متمثلة في زورق مطاطي وعربتين جر الزوارق وثلاث مركبات سياحية، بالإضافة إلى جهاز لتحديد المواقع، وكذا مبلغ مالي ما يقارب 100 مليون سنتيم من عائدات تهريب الأشخاص. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية عن قضية الحال، أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بمحكمة بوقادير.